فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا مسافر، فهل يلزمني أن أصلي مع الجماعة علما بأنني أسمع الأذان؟ أنا مسافر، فهل يلزمني أن أصلي مع الجماعة المقيمين وأنا أسمع الأذان؟ نعم، إن سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. احضر وصل مع الجماعة وأنت على خير، تحصل على أجور عظيمة، لا تحرم نفسك من هذا. نعم.